وانتسبوا لأهل السنة والجماعة كالمؤلف رحمه الله تعالى. فلأتي بعض الطلاب ويقول هذه العقيدة الطحاوية فيها كذا وكذا وكذا، لا، تقول هذه العقيدة الطحاوية شرحها الأئمة على ما سيأتي معنا، الإمام ابن مانع، الشيخ ابن باز، فلان وفلان فلان وكذا، وفيها من الخير. وانتقدوا على المؤلف انتقادات يسيرة، ثلاث انتقادات في عقيدة كاملة. هذا معناه أن هذه العقيدة ما شاء الله عقيدة مباركة، ولا إشكال أن الإنسان يقع في خطأ أو خطأين أو ثلاثة، لا إشكال، ولله الحمد والمنة. مفهوم؟ لا، لم يتعمد. هو لم يتعمد هذا، احنا قلنا هو اصلا امام من ائمه اهل السنه والجماعه. ولا يعني هذا ان ياتي انسان ويقول والله اخذ عقيده فلان الضال المبتدع واشرحها، لا، احنا قلنا تبحث عن امام معروف بالعلم والصلاح والاستقامه وتاخذ. نعم، امشي. قال العلامه ابن مانع رحمه الله في حاشيته على العقيدة الطحاوية قوله على مذهب فقهاء الملة إلى آخره: اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط. نعم، حتى لا يشكل على إنسان، هذا ليس مختصا بهؤلاء. نعم، هذه العقيدة هي معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مهم جدا، لم يختلفوا في العقيدة، اختلفوا في المسائل الفقهية، طبعا في بعض المسائل. تمام، لماذا؟ لأنه لم ينقل لنا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة، ونقل لنا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل فقهية. نعم، ثم هذه الأمور أجمع عليها الصحابة، وسيأتي بإذن الله تعالى. نعم، ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعا ضالا ولا يعذر باجتهاده، لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. نعم، فالعقائد الدينية ليس فيها تعدل مذاهب، بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل، فتنبه. نعم، الحق واحد ومعتقد واحد. نعم، وقوله أبي يوسف، أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، ولد سنة 113، أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، وولاه الرشيد القضاء، وظل عليه إلى أن مات سنة 183 للهجرة. ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف على القضاء إلى أن مات يوسف، ولما خرجت جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون مات الفقه، يا ناعي الفقه إلى أهله، إن مات يعقوب وما تدري، لم يمت الفقه ولكنه حول من صدر إلى صدري. قوله وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هو محمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني، كان الرشيد ولاه القضاء، وخرج مع الرشيد في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن بها. كان أبوه من جند أهل الشام، فقدم واسطا فولد بها محمدا سنة 132، ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم، وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن 20 سنة. قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد بن الحسن، مات رحمه الله بالري سنة 189 للهجرة. قال السمعاني: مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري. وقيل إن الرشيد كان يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة رحم الله الجميع. آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن نعم. الله واحد لا شريك الآن له. نبدأ الآن. ذكرنا أولا سبب الدراسة، سبب التسمية العقيدة الطحاوية نسبة إلى الإمام الطحاوي المؤلف رحمه الله تعالى. هؤلاء الأئمة، كثير من الأئمة كتب ما يعتقده، وقد يطلب منك أحيانا يقول: يا فلان ماذا تعتقد؟ فيكتب كل واحد منهم يعني الذي يعتقد. أحيانا يركز بعض الأئمة على مسائل، المسائل يكون يعني حاجة الناس إليها أكثر في هذا الزمن،
يعني تجد مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يتكلم يركز دائما على ماذا؟ خلق القرآن. لماذا؟ لأن هذه الفتنة يعني كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نجد مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يركز دائما على ماذا؟ على أي مسألة؟ من يعرف؟ على التصفية والتربية. نعم، ولهذا اشتغل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتصحيح وتضعيف الأحاديث، يريد يصفي ثم يتربى الناس على هذا. نعم، فكل إمام ينظر الأشياء التي يعني تقع في عصره. نعم، فقه، ولهذا سيركز المؤلف رحمه الله تعالى على مسائل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله في تعليقه قوله نقول في توحيد الله إلى آخره: اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. نعم، توحيد الله، التوحيد هو إفراد الله سبحانه بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. نعم. وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر الآية. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام. يعني في الجملة أقروا بهذا التوحيد، ولديهم إشكال نعم في توحيد الربوبية، لكن ليس كالإشكال في توحيد الألوهية. ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه، وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة. توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. نعم، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، ما معنى هذه الآية؟ يعني الآن أخوانا لو تقربوا علينا أحسن. أجعل الآلهة، هم أقروا بتوحيد الربوبية، هنا الإله الذي يخلق ويرزق عندهم. أجعل الآلهة إلها واحدة، الذي يخلق ويرزق؟ لا، لأنهم أقروا أن الذي يخلق ويرزق من؟ الله. ما معنى الإله هنا؟ المقصود عند الحوائج المعبود. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني من يقصد عند الحوائج إله واحد، مع أنهم في الضراء يخلصون وفي السراء يشركون. ولهذا يعني هذا تنبيه مهم عندنا في هذه الأيام. هذه المعبودات التي تعبد، ما يسميها هؤلاء بالسادة، يسميها من يشرك نسأل الله عليه السلام في هذا الزمن سيد البدو والسيد الحسين والسيد التجاني والسيد والسيد والسيد. السيد هنا هو الإله، السيد هنا هو الإله المقصود عند الحوائج. أهل الشرك في زماننا غيروا كلمة إله إلى كلمة سيد. إذن ليس السيد الذي يخلق، لأنهم يعرفوا أن الذي يخلق هو الله. السيد هنا الذي يرزق، يدبر، يدعى، يعبد من دون الله، كما حصل مع الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأمثالها الإله المعبود، ولهذا قال العبودية هنا. نعم، وأمثالها كثير. وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم أخوانا، ماذا تكتبوا؟ خليكم معنا أخوان، الحمد لله يعني الشرح واضح. لماذا اخترنا شرح الشيخ ابن باز والشيخ ابن مانع رحمه الله الجميع؟ لماذا؟ لماذا عقيدة طحاوية مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ثم شرح الشيخ ابن باز وابن مانع؟ لماذا؟ ما السبب؟ يعني ما السبب اختيار هذا الشرح؟ ها يا اخوان لماذا؟ نعم، حتى تعرف ان هؤلاء وان كانوا يعني يحسبوا على الحنابلة انهم اعتنوا بهذه العقيدة، بالعقيدة الطحاوية، وقالوا انها عقيدة واحدة. هذه ليست عقيدة احناف، لا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم في إشكالات، لا إشكال في هذه الإشكالات، وهذه لا تنقص من قدر هؤلاء الأئمة ولا تنقص من قدرهم. ونحن لابد أن نجتمع على ماذا؟ على الباطل؟ لا، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، لأن من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لا الافتراء. فأتي إنسان من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب، من أي مكان، نقول لابد تجتمع معنا على المعتقد. نعم، وإن كنت تخالف في بعض المسائل الفقهية هذا الأشكال فيها، لكن الخلاف الفقهي لابد يكون خلاف معتبر عند أهل السنة والجماعة، لأن عندنا أصلا خلاف ليس معتبر. فنجتمع ولا بد على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، وهؤلاء يشرحوا، ومن أحسن من يشرح والله أعلم هذه العقيدة الشيخ ابن باز والشيخ ابن مانع رحمه الله الجميع. نعم، ذكر سورة الإخلاص. سورة الإخلاص فيها توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وقل يا أيها الكافرون فيها توحيد العبودية. ونحن نقرأ في سنة الفجر، سنة المغرب، في الشفع والوتر، في سنة الطواف، صحيح. لماذا تجمع بين السورتين؟ حتى تبدأ أول النهار بالتوحيد، وأول الليل بالتوحيد، وقيام الليل بالتوحيد، والطواف بالتوحيد، حتى تحقق التوحيد قول وعمل واعتقاد. نعم، هذا الذي ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى. نعم، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء قاعدة عند أهل السنة والجماعة، تنزيه وإثبات، والمعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة، معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم، وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، بالغة في الحسن أكمله. وقال فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم، وقال سبحانه في سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان، يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه. ما معنى أمروها كما جاءت؟ هل معنى هذا لا نفهم معناها؟ لا، ولهذا نبه المؤلف الشارح الآن هنا. هل معنى هذا أن نقرأ الآيات كما تقرأ الآن؟ الآن يعني مثلا يكتب كتابة بالأردية، باللغة الأردية مثلا، أو اللغة الإنجليزية تكتب باللغة العربية مثلا، أوكي، مثلا يكتب ألف واو مثلا، فأنت تقرأ أوكي وما تفهم ما معنى أوكي مثلا، هل معنى هذا أن نقرأ نصوص الكتاب والسنة ونمرها ولا نفهم منها شيء؟ لا، أمروها كما جاءت يعني إثبات وتنزيه والمعاني معلومة،
والكيفية علمه عند الله واسأل عنها بدعة. ولهذا قال تعيد الآن كلام الشارح قال يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت كما جاءت يعني نفهم معناها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به سبحانه وتعالى وننزه الله سبحانه وتعالى ونقول المعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة. هذا معنى أمروها كما جاءت. نعم إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة جمعت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم وسط بين التعطيل والتمثيل. هؤلاء عطلوا وهؤلاء مثلوا. أهل السنة وسط كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية رحمه الله تعالى وسط بين أهل التعطيل لم يعطلوا أثبتوا ولم يمثلوا لأنهم نزهوا. نعم قال وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان. آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم الآن سيمر معنا الموضع الأول الذي يعني فيه إشكال وسنرى كيف يتكلم هؤلاء الأئمة على هذا الإشكال. هل شهروا بالمؤلف؟ هل صنعوا كذا أو كذا أو كذا؟ ماذا صنع هؤلاء؟ نعم قال العلامة ابن مانع رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء. نعم يوصف سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك كما نعم. ذكره عندنا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. عندنا أضيق باب الأسماء وأعلى منها باب الصفات وأكبر باب هو باب الإخبار. يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء صح؟ ما الدليل؟ قل أي شيء أكبر شهادة. ويخبر عن الله أنه مذكور لكن لا يوصف ولا يسمى الله سبحانه وتعالى بالشيء. نعم طيب يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يأتي إتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته لكن هل يسمى بالآتي والجائي؟ لا. إذن أوسع باب عندنا أي باب؟ باب الأخبار. وأضيق باب الأسماء والوسط باب الصفات. نعم طيب فهل يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم؟ نعم قال كما ذكره ابن القيم في البدائع وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية وأهل نعم. العلم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى. يقول اسمع إلى الرد الآن الرد الجميل يقول وأهل العلم نعم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى ولكنهم يخبرون لا ليست لا في باب الأسماء ومن باب أولى ليست في الصفات ولا في الأسماء. تمام ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك قال في النونية وهو القديم فلم يزل يعني هذا القول قول من؟ قول ابن القيم. طيب إذا قال ابن القيم الآن ماذا نصنع؟ نقول هذا من باب الأخبار أما من باب الأسماء والصفات لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم وأولى منه نقول وأولى منه ماذا نقول؟ الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فنقول ليت المؤلف هكذا نقول ليت المؤلف رحمه الله قال هنا ها هو الأول والآخر.